يوم حول العالم اكتشفت لعبة الفانتسي على مستوى البريمير ليج. نقلت التجربة دي في مصر بشكل ناجح جدا، سواء على مستوى طريقة كسب المشاهدين أو على مستوى كمان اختيار النجوم اللي بيقدموا اللعبة دي في مصر، واللي خلوا حوالي 70,000 مشترك مصري يشاركوا في لعبة ستارز أوف فانتسي. من خلال المذيع علامة الكابتن سيف باهر والعالمي أحمد وسامي والثعلب الكابتن حازم إمام. البرنامج اللي نجح في جذب عدد كبير جدا من النجوم لابد من تكريم القائمين عليه، سواء من النجوم اللي قلت اسمهم أو حتى من خلال من يعملون من وراء الصورة. برنامج وصل لعدد مشاهدات ل 18 مليون مشاهدة. يتسلم الجائزة الأستاذ أحمد خالد حسنين من شركة ألمن ومروان معتز الشربيني شركة الليبرو.